مساء الخير على حضراتكم. ندى سرور مراسلة اكسترا نيوز. حضرتك يعني كلمة توجهها لأهالي العالمين ومطروح بإظهار مدينة العالمين بشكل يليق بينا يعني وقدمنا مهرجان الأكبر في الشرق الأوسط، فحضرتك تحب توجه كلمة ليهم إيه؟ يعني طبعا مطروح تحديدا يمكن كانت من المحافظات دايما اللي يعني نقول عليها محافظات موسمية، الناس ما بتشوفهاش أو تفتكرها غير بس يدوبك في شهرين الصيف، وكان يعني دايما فيها مشكلة، أعتقد مشكلة في عملية الفرص العمل والتشغيل لمواطنيها. الحمد لله النهاردة مع التنمية الكبيرة جدا اللي بتحصل في مدينة العالمين وبقية المشروعات الكبيرة اللي ابتدت الدولة أعلنت عنها وشغالة فيها، وزي ما بقول لحضراتكم احنا هنا التركيز ان مطروح مش هتبقى مجرد مصيف او مقصد صيفي، ولكن هتبقى فعلا امتداد مستقبلي للدولة المصرية والاستفادة زي من السواحل الرائعة اللي مفيش زيها في العالم كله في هذه المحافظة. فطبعا يعني الكلمة اللي بوجهها لأهالي مطروح ان الدولة يعني مهتمية جدا بهذه المحافظة، واحدة من أهم أولوياتنا كدولة التنمية والتطوير الكامل في هذه المدينة، وكل التنمية دي هتبقى هم اللي بيستفيدوا منها بصورة مباشرة من خلال فرص العمل وأبواب الرزق الكبيرة اللي بتبقى موجودة. ومرة أخرى مهرجان ده والفعاليات اللي بتتم بتعرف العالم كله إن في محافظة وفي مدينة اسمها مطروح.